احنا لازلنا بنعيش اسبوع الصعيد اللي بدا يوم الاربعاء الماضي. كان السيد الرئيس كان في محافظه اسيوط وافتتح عدد من المشروعات الخدميه والتنمويه والمشروعات الضخمه والقوميه في هذه المحافظه وايضا في محافظات اخرى. وايضا من كام يوم كان السيد الرئيس في قنا، وامبارح كان في توشكا، والنهارده زي ما احنا قلنا في خبر منذ قليل هيكون في محافظه اسوان لتفقد وافتتاح عدد من المشروعات، لا سيما مشروع بنبان للطاقه الشمسيه وانتاج الطاقه، وايضا غيرها من المشروعات القوميه غير المسبوقه. لازم يكون في حضور قوي للمبادره الرئاسيه ايضا. حياه كريمه. ما بالظبط صعب قوي دلوقتي نتكلم على مشروع جديد مثلا او حاجه جديده تنمويه بنعملها وما نلاقيش انه حياه كريمه متداخله معاها او متقاطعه معاها، لان هي في النهايه هي الهدف من اي مشروع او اي حاجه الدوله بتعملها ايه؟ توفير الحياه الكريمه للمواطن المصري، اللي بتعتبر طبعا من اهم المشروعات القوميه. بتستفيد قرى كثيره جدا منها طبعا قرى الصعيد. خلينا نتكلم تحديدا يعني عن الصعيد دلوقتي بما ان احنا في اسبوع الصعيد. يا مصريين يا صعيده يا جدعان، اللي الحقيقه سنين طويله جدا بالطلب وباهتمام اكتر من الدوله وما كانش ده بيتحقق قوي، لكن الحمد لله اصبح بيتحقق بشكل ملموس وعلى ارض الواقع. تابعنا طبعا زياره سياده الرئيس لقريه المراجده في قنا، وتابع خلالها أعمال تطوير الخدمات في القرية تبع طبعا مبادرة حياة كريمة. والرئيس وجه بضرورة التوسع فيه، وده كان يمكن كنت لسه امبارح بقول لحضراتكم حاجة جديدة بسمعها أو حاجة جديدة يمكن على ودان كتير مننا، إنشاء مكتبات حياة كريمة وفي كل محافظات المبادرة. ما يبقاش فيه محافظة حياة كريمة فيها إلا وفيها مكتبة، لأنه ببساطة شديدة خلاص هو العلم والثقافة والقراية والاجتهاد والبحث العلمي ده ما بقاش دلوقتي ما بقاش رفاهية، خلاص ده بقى أساسي عشان نقول بقى بجد إحنا بنبني الإنسان المصري. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن إنشاء وبناء مكتبات حياة كريمة وكل كل محافظة داخلة فيها المبادرة. مزيد من التفاصيل هتكون معانا الأستاذة هبة شرقاوي، عضو مؤسسة حياة كريمة. يا أهلا بيك يا أستاذة هبة. أهلا وسهلا أستاذة هبة. أهلا أهلا بحضرتك وبالسادة المشاهدين. أهلا وسهلا. موضوع إنشاء أو فكرة إنشاء مكتبة في كل قرية أو فكرة إنشاء مكتبة تحت شعار الشعار الكبير بتاع حياة كريمة، وهي المبادرة الرئاسية المهمة وضرورية لكل أبناء الريف، إلى أي مدى بيعكس توجه الدولة لبناء الإنسان مش بس فقط البنية التحتية والأساسية؟ طبعا احنا طبقا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بمحور بناء الانسان، حياه كريمه بتشتغل على ثلاث محاور. المحور الاقتصادي يتعلق في التمكين الاقتصادي، ومحور البنيه الاساسيه والبناء ايضا محور بناء الانسان. في ضوء اهتمام سياده الرئيس بمحور بناء الانسان وتوجيهاته لينا، مؤسسه حياه كريمه اهتمت بهذا المحور وقامت باطلاق العديد من المبادرات الثقافيه والتوعويه، كان من اهمها مبادره المكتبات الثقافيه بان يتم إنشاء مكتبة في كل قرية من قرى حياة كريمة، خاصة المحرومة من الخدمات الثقافية اللي ما فيهاش قصور ثقافة أو مكتبات. وكانت أول مكتبة لينا كانت في المراجدة في قنا تبع المركز الوقف، اللي سيادة الرئيس افتتحها في خلال الأيام الماضية. المبادرة بتستهدف إن احنا نعمل مكتبة في كل قرية من قرى حياة كريمة، وطبعا التصميم المعماري للمكتبات بيختلف طبقا للطابع البصري لكل قرية من القرى. احنا عندنا مثلا النموذج النوبي، عندنا النموذج ايضا ريفي، عندنا نموذج وجه بحري، عندنا نموذج قبطي اسلامي للمحافظات اللي فيها الاثار. طبعا وزاره الثقافه شريك اساسي معانا كمؤسسه حياه كريمه في هذه المبادره لانشاء المكتبات في القرى. المبادره طبعا يعني هتشمل جميع قرى حياه كريمه. احنا بدانا في المرحله الاولى ب 150 مكتبه، كانت منهم اول مكتبه اللي كانت في هنا. بعد كده احنا بنستهدف انشاء 483 مكتبه في قرى حياه كريمه. نعم. طيب انشاء او كنا بنستهدف الوصول الى هذا العدد من انشاء مكتبات حياه كريمه ان شاء الله، ده هنشتغل عليه على طول، وده طالما في النيه والاراده الحقيقيه هيحصل باذن الله قريبا جدا. السؤال يا استاذه هبه، من اللي تابعناه طول السنين اللي فاتت دي ان الدوله او القياده السياسيه لما بتفكر تعمل حاجه ما بتعملهاش حاجه كده منفرده لوحدها، بيبقى دايما في نظام متكامل. يعني 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 حياه كريمه مثلا ما هو السكن بس، سكن، صحه، تعليم، ثقافه، كل حاجه. بالنسبه تحديدا بقى للموضوع اللي بنتكلم مع حضرتك فيه الا وهو المكتبه، وانها اول مكتبه نموذجيه بالنسبه لنا ان شاء الله تكون في تبع حياه كريمه في المراجده في قنا، قريه المراجده في قنا. سؤالي لحضرتك،
هذا التكامل اللي ممكن يحصل علشان نتكلم بقى في موضوع ربما أعمق منه شوية، وهو توصيل فكرة أهمية الثقافة والاستنارة والقراءة والمواظبة على القراءة، وأنا بوفر حتى ده بأدواته كلها المختلفة لأبناء القرى وأبناء الأماكن الفقيرة. ده يا فندم، أو هي إن شاء الله مش تبقى فقيرة بقى خلاص، دي هتبقى حياة كريمة. ده يا فندم إزاي بنطبقه، وأولوياتنا إيه دلوقتي في المرحلة اللي إحنا فيها دي؟ طبعاً إحنا من مواصفات المكان اللي بنختار نبني فيه المكتبة لازم يكون يبعد عن أقرب مدرسة 500 متر، يكون في مكان يعني يكون في خدمات متكاملة للمواطنين عشان المكتبة تكون في مكان مميز متشافة مش صعب الوصول فيها للمواطنين. وده النموذج اللي إحنا طبقناه في المراجدة فينا، إن المكتبة كانت قريبة جداً من المدارس ومن مجمع الخدمات الحكومية والمجمع الزراعي، كل منشآت حياة كريمة قريبة من بعضها، فبالتالي المكتبة متشافة في مكان حيوي، بالتالي المواطنين اللي ممكن يكون رايح مجمع الخدمات مثلا المكتبة قريبة منه يقدر يعدي يشوف الكتب اللي موجودة هناك، نفس القصة للطلاب اللي في المدارس. فبالتالي احنا بنراعي في اختيار اماكن المكتبات انها تكون في اماكن حيوية فيها خدمات متعددة في المواطنين عشان نحقق التكامل ما بين ان خدمات تعليمية في مدارس جنبها مجمعات الخدمية والزراعية جنبها المكتبات، فبالتالي يكون الخدمة سهلة تقديمها للمواطن. طب هل ممكن كمان راعينا في التصميم اتفضلي راعينا في التصميم الهندسي للمكتبة، مؤسسة الحياة الكريمة راعت أن يكون أمام المكتبة مساحات خضراء عشان يتم تنفيذ فيها قوافل توعوية وثقافية لأهالينا في القرى. أنا لفت نظري يا أستاذ هبة في كلام حضرتك لما قلتي أن بيتم تصميم أو في تنوع في تصاميم المكتبة في الصعيد عن بحري عن سيناء عن مطروح، وهذا التصميم بيكون مناسب للبيئة المحلية الموجودة فيها هذه المكتبة في القرية اللي بتنضوي تحت حياة كريمة، وده شيء حميد وشيء مرحب به وشيء مشجع للأهالي أن هم يزوروا المكتبة، وبيعتبروا المكتبة جزء من بيئتهم المحلية، مش غريب، مش جزء غريب ولا جزء نافر من بيئتهم المحلية. لكن هل بيتم انتقاء كتب وموضوعات وعناوين معينة موجهة لأهالي هذه المنطقة، ولا الموضوع بيكون منفتح في كل الموضوعات؟ طبعا احنا عناصر الرصد الميداني زملائنا في المحافظات قاموا برصد احتياجات اهالي القرى من القضايا التوعويه والثقافيه اللي احنا محتاجين ننزل بقوافل توعيه او الناس تكون محتاجه على وعي ودرايه بيها. فبالتالي المكتبات هيكون فيها كتب متنوعه هتراعي جميع الاعمار والفئات وفيها قضايا متنوعه، وده برضو اللي هنراعيه في القوافل الثقافيه والتوعويه اللي هيتم تنظيمها في المساحات اللي هتبقى موجوده امام المكتبات. طيب أستاذة هبة، كنت هسأل حضرتك قبل سؤال همام على طول عن التكامل بقى اللي احنا بنتكلم فيه، يعني هل مثلا ممكن نفكر انه عن طريق المكتبة دي او ان المكتبة دي تبقى هي بداية انطلاقة مثلا لإقامة مسرحيات، عروض مسرحية مختلفة، مسابقات مثلا بين الأطفال والشباب، اللي يقرأ كتاب يجي مثلا مرة في الأسبوع نعمل زي مسابقة او حاجة كل واحد يجي يلخص مثلا قصة او رواية او كتاب قراه، يعني الأفكار ما أكتر منها، لكن أنا بتكلم على الفكرة نفسها إنه ما نقفش بس عند إن إحنا عملنا مكتبة، ما بعد ذلك بقى، ما بعد المكتبة هقول إن المكتبات الثقافية اللي هتبقى في قرى حياة كريمة دي البذرة الأولانية لي يعني قوافل ثقافية وتوعوية واهتمام بمواهب هيبقى كبير جدا في قرى حياة كريمة. الأفكار اللي حضرتك طرحتيها في أفكار يعني كبيرة جدا بيتم تجهيزها هيتم تنفيذها في قرى حياة كريمة، هتراعي إن إحنا هنخلق جو جديد في القرية المصرية. لأول مرة هيحس المواطن اللي في القرية الطفل إنه عنده مكان ترفيهي أو مكان مش مجرد ترفيه فقط، مكان ثقافي يقدر يلجأ له في وقت فراغه. إحنا بنستهدف كمان تغيير الوعي وعلاج قضايا مجتمعية موجودة في القرى تم رصدها من خلال زملائنا في الرصد الميداني. فبالتالي الفعاليات اللي هتشملها إنشاء المكتبات خاصة بالتصميم اللي أتاح مساحات خضراء أمام هذه المكتبات لتنفيذ هذه الفعاليات هيشهد يعني طفرة وتغيير كبير في طبيعة التعامل الثقافي والتوعوي والاهتمام بالمواهب المدفونة الموجودة في القرى. يعني في كتير مواهب في جميع المجالات موجودة في القرى المصرية، المكتبات دي هي النواة
الأولى للكشف عن كل الكنوز صحيح. من ولادنا وأهالينا في القرى المصرية. أستاذة هبة، سؤالي برضو مرتبط بسؤال منا فيما بعد إنشاء المكتبة، كيفية إدارة المكتبة؟ هل بيكون بيتم الاستعانة بأحد أبناء القرية الموجودة فيها هذه المكتبة، وبالتالي يدير هذه المكتبة ويكون عارف تفاصيل المجتمع المحلي اللي عايش فيه، وبالتالي بيشجع عفوا الأهالي والأسر والشباب والأطفال للذهاب للمكتبة وقراءة الكتب والمشاركة في الفعاليات المختلفة؟ ده أكيد طبعاً، ووزارة الثقافة هي شريك أساسي معانا في إنشاء هذه المكتبات وإدارتها، وطبيعي هيتم مراعاة تواجد حد على دراية بالقرية ديت وعارف كل مشكلتها وطريقة التعامل مع أهلها. المكتبات دي أيضاً هي مش بس هتبيع كتب بأسعار رمزية للمواطنين، وهتكون كمان باب مفتوح لأي حد عايز يتثقف ويزيد الوعي عنده. يعني هي حاجة جديدة في القرية المصرية، يعني فكرها جديدة عن المكتبات اللي كانت موجودة قبل كده في بعض القرى فيها مكتبات تابعة لوزارة الثقافة. الطريقة التصميم الجديد للمكتبة بطبيعة إدارتها، بطبيعة الفعاليات اللي هيتم إقامتها في المكان اللي تم تخصيص المكتبات دي هيكون مختلف تماماً. هيحدث فيه تغيير كبير في العملية الثقافية بالقرى المصرية. نعم أستاذة هبة، بما أنه مكتبة قرية المرجدة في قنا هي النموذج الأول، فإن شاء الله هتعمم التجربة فيما بعد على باقي المحافظات اللي كلها إن شاء الله يكون فيها الحياة كريمة. سؤالي لحضرتك هنا، إذا ما تم الاستعانة أو أكيد هيتم الاستعانة بخبرات حضراتكم في هذه التجربة الأولى وكل العوامل والعناصر اللي حضرتك ذكرتيها دلوقتي دي، ايه النقاط او المحاور اللي هتنصحي بيها انها تكون متوفره عند نقل هذه التجربه؟ لانه زي ما بنقول احنا ليه بنتكلم في الفقره عن الموضوع ده، الموضوع مش مساله مكتبه، هي مش مساله انت تبني مكتبه وفيها شويه كتب وروايات وسلام عليكم، الموضوع ليه ابعاد تانية، ليه ابعاد ان احنا بنخاطب نشأ واجيال في اماكن معينه تبدو انها بعيده جدا عننا ثقافيا وفكريا وغيره، فاحنا بنوصل بالفكر والثقافه الى هذا النشأ. طبعا احنا التجربه الاولى لنا في المرجدة في قنا كانت نموذج هيتم تعميمه في المكتبات اللي هيتم انشائها في باقي قرى حياه كريمه. احنا في المرحله الاولى هنستهدف بناء 150 مكتبه لنصل بعد ذلك الى عدد 483 مكتبه. النموذج اللي احنا شفناه في المرجدة من مكان المكتبه ان هو بجانب الاماكن الحيويه المنشات الجديده اللي تم انشائها في قريه في اطار المبادره الرئاسيه حياه كريمه، عندنا ده هيتم مراعاته، وده كان بالنسبة لنا دليل لاختيار أماكن المكتبات في القرى اللي هيتم تنفيذ فيها باقي المكتبات. نحن لازم نراعي المكان اللي هيتم فيه بناء المكتبة دي من حيث أنها تكون قريبة من المدارس، من المجمعات الخدمية، من العمار، بحيث أن يكون الأهالي هي قدام عينهم طول الوقت، حتى اللي عنده تخوف أو ما كانش حتى بيحتك بالكتب يقرب منها. كمان في حاجة حلوة قوي في المكتبة إن هي موجود فيها مكتبة صوتية علشان راعي ذوي الهمم. دي نقطة مهمة. الناس يعني اللي هتزور المكتبات دي هتنبسط لأن هي فعلا بتستهدف جميع الفئات المجتمعية. الناس اللي بتحب القراية، يعني احنا عارفين ان في ابليكيشنز كتير دلوقتي الشباب بتسمع الكتب في الطريق وهي رايحة او في البيت لأن ما عندهمش وقت في ظل التسارع اللي احنا فيه. فاحنا في المكتبة في مكتبة صوتية هتخدم الناس اللي بتحب تسمع الكتب وفي نفس الوقت ذوي الهمم اللي محتاجين يتثقفوا، وبالتالي هيكون متاح امام الناس اللي حتى يعني ايه ما فكرش قبل كده يدخل مكتبه في قريه او ما كانش صحيح. عنده مكتبه. اللافت يا استاذه هبه في مبادره حياه كريمه بشكل كامل هي ما سابتش اي تفصيله في القرى الا ما طرقتها وانما حلتها وحاولت تتغلب وتتجاوز على كل التحديات في الحقيقه الصغيره والكبيره، بل ايضا بتضيف الى كل هذه المزايا وكل هذه الاستفاده ما يتعلق ببعض الفئات اللي كانت مهمشه في السابق الان اصبحت في القلب والعين وفي وامام المسؤولين بشكل مباشر. على اي حال الاستاذه هبه شرقاوي عضو او مؤسسه حياه كريمه، شكرا جزيلا لحضرتك على وجودك معنا في هذا الصباح، ومنا فكره موضوع مكتبه في كل قريه
مستقبلا. دلوقتي احنا بنبدا مرحله اولى وبعد كده مرحله ثانيه وربما ثالثه في حياه كريمه، معنى ذلك ان في كل قريه في مصر هيكون فيها مكتبه. وكان من بين التحديات الموجوده في المجتمع المصري ما يسمى ما يوصف بالغربه الثقافيه، اي ان هناك بعض الفئات مختلفه عندها ثقافه مختلفه تماما عن فئات اخرى، وبالتالي ما يكون هناك اطار جامع ومانع وشامل لكل فئات المجتمع، اطار ثقافي يقصد وايديولوجي، فبالتالي نقدر نخاطب هذا المجتمع بشكل مباشر وهو يفهمنا واحنا نفهمه، المجتمع يتناقش ويتحاور ويدير المجتمع مع بعضه. صحيح. عموما كانت هذه نهاية هذه الحلقة من هذا الصباح، نفكر حضراتكم ونعيد تذكير مع حضراتكم بأن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي سيفتتح بعد قليل لمشروعات مختلفة متعلقة بالبنية الأساسية والطاقة والكهرباء في محافظة أسوان، لا سيما مجمع بنبان للطاقة الشمسية. شكرا جزيلا حضراتكم وشكرا للعزيزة منا. شكرا ليك يا همام وشكرا لحضراتكم على الطيب المتابعة، وإن شاء الله غدا يتجدد لقائنا مع حضراتكم في هذا الصباح على شاشة إكسترا نيوز في تمام 8 صباحا. دمتم في أمان الله. Thank you.